هذه مهمة، هذه مهمة. هذول كلهم الثوار، قولوا لهم هذا الدين تسليم، تسليم، لم تسلم لم تسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ماذا يعني تسليم؟ ماذا يعني تسليم؟ يعني تجتهدش، تقيسش، تفكرش مع الأنبياء، تفكرش كيف مع لسه مع الكتاب تبارك اسم الله. هذا الدين تسليم. ضربنا لهم مثلا، اسألوا كل علماءكم لما كانت 5 صلوات، جعلوها 10، تلك 10 كاملة، 17 ركعة من الفرائض نجعلها 18 ومنجعلها 10 فروض ومنقسم منيح حسب النشاط، يعني الظهر والعصر أكثر والفجر منكون، ومنقسمها بالعاقل حسب العصر. أخي شيك أخواننا والبراد، طيب لمن كيف تطوفون وتحرمون وتسعون وترجمون وتحلقون وتذبحون وتهدون إلى البيت؟ لما بقول لك أمر الله. ليه تصومون رمضان؟ رمضان مرات بيجي في حر وقيض، اجعلوه كما تفعل اليهود نسيئا حتى ندركه في الشتاء بالعصر، بفقه العصر والمآلات. ليه لا تفعلون تسليم لله؟ هذا كل الدين. فسلمتم في الصلاة وسلمتم في الصيام والحج، ليه جعلتموها 2.5 الزكاة بالمئة؟ بقول لك 2.5 يا خليها 3، يعني هذا بخل على الله. 2.5 خليها 3، مش قادر تعملها 3؟ الزكاة 2.5، مش 2.5، ربع العشر. شيك ادخلوا اقرأوا أنصبة الزكاة من تقدير الرب تبارك اسمه، قولوا ماذا يملك علماؤكم أيفعلوا من هذا شيئا. ما بال الحيض والنفاس؟ ليه الله جعل في الحيض والنفاس؟ انظر القرآن كله، طلع أخوان قولوا لي إن لم تجد ماء كيف تطهر للصلاة؟ قولوا لي أخواننا بالله عليك كيف تتيمم؟ تضرب بكفيك هكذا قال الأنبياء التراب صعيدا طيبا. هلأ إما يعني لو تركت الأمر لأحدنا ما في ماء ماذا يفعل؟ يستعيد عن الماء باللعاب فتراه يلحس نفسه لحسن، هذا ماء وهذا ماء وهذا طاهر ولا لا أخواننا؟ بالعقل الحس، لحس حالك بالاستطاعة. إنما إحنا أصلا إذا مسنا التراب تنظفنا من التراب، مش هيك يا أخواننا؟ يعني حديث إذا ولغ الكلب كما في الصحيح أولاهن بالتراب بعدين بتغسلهم، فأنت بعد التراب مي، إنما إذا فيش مي أمس التراب، شو الجامع بين الماء والتراب؟ وين العقل؟ وين القياس؟ 2، في الحدث الأكبر بسموه الحدث الأصغر اللي هو غائط أو جنابة. طيب فالذي يعني أفسد بريح هذا يضرب بكفيه ضربة ويمسح وجهه وكفيه. طيب والذي وقع على 4 من نسائه؟ بقول لك نفس الشيء المؤمن. معقول يا رجل؟ هلا واحد أخرج ريحان، واحد وقع على 4 من نسائه و40 من إمائه، نفس الشيء يا شيخ؟ الله أكبر. لاحظ ليه؟ بقول لك دين. طب وهذا الذي أمرنا، هذا الذي جاءنا به نبي الله في سلاطيننا والصبر، ليه ما كان دينا؟ فاللي كان في النسوان قبلوه، واللي كان في الملوك وفي دمائهم ما قبلوا، إنما أبى الله. قال لما قال سعد ابن عبادة أدخل فأجد رجلا بين فخذي لكع، قال النبي يأبى الله. فيأبى الله في هذه وفي السلطان وفي التيمم وفي السواك. الحصى 7، لما النبي قال ابن عباس التقط لي الحصى، كان ابن عباس غلاما، التقط لي الحصى، فالتقط فالنبي قلبها في كفه، قال مثل هذه ولا تغلو. الحصى كانت هكذا كالترمس. طب مع تطور العصر، الأصل تصير جبش وفهر وإحجار كبيرة، ليه بقيت حصات؟ ليه ما تطورش العصر فيكم؟ وليش يعني إلى الآن ترمونها بيديكم؟ ليه ما بتطخ وطخ؟ يا وقف من بعيد وبقناص
جيبها بعينه للمشعر أو لإبليس، مش هيك؟ بالعقل، في قياس. فهذا قدر الاستخفاف الذي هم فيه أخوان. بل الحصاة الحصاة ولا نغلو، والدين الدين ولا نغلو، والدم الدم ولا نغلو، والعهد العهد ولا نغلو، والأمر الأمر ولا نغلو، على سلطان وعلى امرأة، وعلى معاهد وعلى مؤمن وعلى كافر سواء، إن الأمر كله لله. هذا الدين تسليم، سلم أسلم تسلم.